مالك سرحانة في ايه؟ عن جد بدك تعرف؟ لو انت مش عايز تكلمي براحتك، بس انت عارفة كويس ان اي حاجة تخصك بحب اعرفها منيح. بدنا نروح على العريش بكرة. بكرة ازاي يعني؟ في حدا بده يساعدنا ندخل المعبر من غير ما نخلص الأوراق. مين الحد ده وظهر فجأة كده يعني؟ سيدي كان بعرفه. حد ثقة يعني؟ طيب بكرة بكرة، ما ينفعش كمان يومين ثلاثة مثلا؟ طيب شوفوا حابين تتحركوا امتى وان شاء الله هاجي معاكم. ما في داعي، احنا كتير تعبناك معنا هاي الفترة. بصراحة تعبتوني جدا الفترة اللي فاتت دي. بقول لك يا مليحة، لو قلت الكلام ده تاني هتضايق منك، كفاية ان انت مسافرة بكرة فجأة كده. خلاص شوفوا عايزين تتحركوا امتى الصبح وهكلمك وعد عليك. احنا بدنا نتحرك بدري. خلاص اتفقنا. بس دي رحاب، فأمانة عليكي يعني، هي زعلانة منك للمرة التانية، أنا هرد عليها وأديها لك تكلميها يعني تراضيها بأي كلمتين، ها؟ عشان هي زعلانة منك جدا. إيه يا رحاب؟ عاملة إيه يا حبيبتي، أخبارك إيه؟ لا أنا ومليحة خلصنا السفارة وخدتها نتمشى شوية. طب قول لها تيجوا تتغدوا معانا، هعمل لكم غدا حالا. هنشرب حاجة كده وهنتغدى بره بيني وبينك. طب بص هفهمك لما أشوفك. هي عايزة تكلمك وتسلم عليك أهو. الو مليحه، ازيك؟ عامله ايه؟ انا منيحه، انت كيفك؟ كده استناكي مره والتانيه وما تجيش. والله كان نفسي اشوفك قوي. والله وانا كمان نفسي اشوفك، بعتذر منك بس ما كنا حابين ننتقل عليكي. تتقلي عليا ايه بس؟ ده انا اشيلك في عينيا. تسلمي. بصي يا مليحه، انا بما اني مش هلحق اشوفك يعني كنت عايزه اقول لك على موضوع، بس ما تبينيش قدام هشام بصراحه. هو هشام بيحبك وملوش سيره غيرك من ساعه لما سافر، ويعني هو مكسوف في فتحك في الموضوع يعني بسبب الظروف اللي حصلت. انا مش عايزاكي تردي دلوقتي خالص طبعا، انا مقدره الظروف اللي انت فيها، بس فكري فيها كده. هو انتوا هتسافروا امتى؟ بكره رح نسافر. طب حاولي كده من النهارده لبكره تفكري في الموضوع. طيب يلا باي. سلام. ايه بتقول لك ايه؟ ولا اشي، بتسلم عليك. اضطرت بس من الموضوع ان انت مسافره بكره فجأة ده. ممكن موبايل؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.